عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. نستقبل هذا العام العيد بصورة مختلفة بوجود فيروس كورونا، فالعديد من الأسر والعائلات هنا يقومون بشراء مستلزمات العيد، وذلك ليفرحوا الأطفال ويشعرون بالسعادة. فعيدكم عافية. العيد فرصة للفرح والسرور، ومنحة ربانية كي يشعر فيها المؤمنون بأنهم أدوا العبادات وفازوا برضا الله تعالى. ففيه يرتدي الناس أجمل الثياب ويجتهدون في إظهار طريقة للتعبير عن فرحهم، سواء كانوا كبارا أم صغارا. فإظهار الفرح في العيد سنة نبوية مطهرة يجب على جميع المؤمنين العمل بها. والله السنة هذه استقبال العيد بيكون مختلف عن بقية الأعوام بسبب الوضع الآن وباء كورونا. طبعا السفر ما بيش ما نسافرش للبلاد، فالعيد هنا في صنعاء، وبيكون هنا فقط مراسم العيد داخل البيت، يعني صلاة العيد ومراسم كل الأعياد بيختلف السنة بيكون هنا في البيت. وإن شاء الله سنكتفي فقط بالمعايدة بالاتصالات للأهل والأحباب، بيكون كله عبر التلفون. هل تحس أنه مجموعة من الأسر في اليمن ممكن أن تروح الجوامع تصلي تزور، أو أنها بتكتفي بالعيد في البيت؟ أعتقد أنا في فئة كبيرة بتعيد هنا في البيوت، خاصة الناس المتعلمين اللي عندهم ثقافة. أما في الأرياف وغيره بعتقد أنه بيخرج يمارسوا طقوس حياتهم العادية طبيعية طبيعية. أعتقد بعضهم خاصة في المحافظات اللي عدوا الله ما يوصل لها من الوباء، في المديريات في القرى اللي عاد لم يصل، يعني ممكن هم يمارسوا حياتهم الطبيعية، يخرجوا يصلوا يزوروا الأرحام صلة، يعني يمارسوا أمورهم الطبيعية. طيب إذا شفت مثلا تهليلات في الجوامع وناس رايحين يصلوا، هل بتروح تصلي أنت وولادك؟ أنا عني شخصيا لا، لأنه كوني أنا قد أنا حتى الآن مراسم رمضان، من أول رمضان إحنا نصلي في البيت، جالسين في البيت، أسباب الوقاية أخذين فيها كلها، يعني حتى العيد نعيد داخل البيت. سنكتفي فقط حتى سنكتفي بالاتصالات فقط لأهل الرحاب. طيب كيف كان استقبالك للعيد، يعني بالنسبة لكسوة العيد لقعالة العيد، متى اشتريت هذه الأشياء وكيف الآلية لما اشتريتها؟ طبعا الإجراءات ملابس العيد الأولاد احنا اتخذناها نقط مبكر في شعبان، في شعبان احنا كسينا حتى الآن احنا في رمضان قبل العيد اكتسينا بعض الأشياء، قعلت العيد الآن بعض الأشياء، بس أي حاجة نشتريها نأخذ بأسباب الوقاية، يعني ضروري احنا نخرج ونحن محترزين، الكمامات، الجوانتي، المعقمات، أول ما نوصل البيت كل الأشياء نضعها قبل في المعقمة هنا قبل الباب ونعقم الأشياء كامل ثم ندخلها، يعني أخذين بأسباب الوقاية كلها. والسلام السلام لا سلام تحية السنة، سنكتفي بالسلام تحية، وهذا شعارنا إن شاء الله هذا العام فقط إلى أن تتعدى هذه الأزمة. كيف حالك؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟ خير. كم عمرك؟ 9. كيفك؟ فرحان إنه العيد قد قريب؟ ليش فرحان؟ العيد قد قريب. بس إنه العيد قريب. طيب هل هذا العيد بيكون زي كل عيد بكل سنة عيد؟ لا. ليش؟ بسبب فيروس كورونا. ما له فيروس كورونا؟ فيروس خطير. فيروس خطير؟ أيوة يقتل الإنسان. لو ما كانش الفيروس موجود نقابل وينك انت تروح لما كان ما فيش اي حاجه؟ نروح الحديقه، المطعم، كل مكان. كل مكان حتى القريه البلاد تروح؟ كيف البلاد حلوه؟ نفسك تروح يعني؟ ايوه ان شاء الله بيخلص فيروس كورونا ونعيد احنا واسرتنا وتنزل وانت مبسوط باذن الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. ايش اسمك؟ انس. انس، يا انس، هل العيد هذا اللي بيجي إن شاء الله بتكون استقباله زي الأعياد السابقة أو لا؟ لا. ليش؟ إنه فيروس كورونا الوباء ممنوع الخروج، والسلام تحية ممنوع الصلاة بالجوامع، إنه إذا أصابك حتموت. طيب أنت كيف ممكن إنك تقضي حياتك داخل البيت أو تمارس يعني عيدك مع أسرتك، يعني ورغم إنك ما بتروحش حدائق مطاعم منتزهات؟ بس في البيت أنا وعائلتي بس. تلعب بالبيت؟ عشان أعمل، ما فيش خروج، ما فيش حدائق، الحدائق مقفلات، المطاعم مقفلات، ما في إلا البيت. يعني هل يكفي وجود أسرتك جنبك يكفيك؟ صح يكفي وخلاص. يكفي، يعني ما بيكونش في أي نقص؟
الله بإذن الله إن شاء الله كل أعيادك كل سعادة يا رب. إن شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير بصحة وسلام إن شاء الله. وأنت بخير بصحة وسلام إن شاء الله. عرفي نفسك. أحلام علي. طيب يا أحلام، ممكن تكلمينا كيف تستقبلوا العيد وتفاصيل العيد في هذه الأوضاع؟ والله استقبال العيد بفرحة، يعني الأكثر الفرحة طبعا هي للأطفال، إحنا كمان الفرحة يعني داخل القلوب. استقبلنا مش نفس السنين الأولى صدق، يعني استقبلنا بالمطهرات طريق لابس بعدم الخروج، بس الحمد لله اشترينا أشياء العيد قبل ما عملوا الحظر، وفي أشياء ناقصة بس تغاضينا عنها، يعني أيوة عادي تغاضينا عنها. و بس ممكن تكلمينا أكثر كيف بتسووا أجواء العيد بالنسبة للزيارات، بالنسبة للخروج، للأشياء هذه؟ العيد طبعا بيكونوا الصباح بيروحوا يسلموا على الأهل سلام العيد، عملنا لهم احتياطات اللازمة من كمامات، يعني بسوا كمامات الجلافز، جبنا لهم عقم، بيسلوا على خالاتي عماتي سلام العيد الصباح، وبعدين العصر أعتقد جالسين في البيت. وأما الحدائق والمطاعم ما أعتقدش إن إحنا بنختلط يعني فيها الأيام هذه، وأعتقد عملوا حظر على المطاعم والله أعلم. طيب هل محضرين أنفسكم للي بيجوا يزوروكم الأشياء الاحترازية من فيروس كورونا؟ عاملين احتياطات، عاملين معقم بس أيوة، ونحاول إحنا ما نتسلمش. أيوة نتباعد، يعني أقل شيء متر بيني وبين زميلي. أيوة. طيب إيش رسالتك لكل الناس اللي أن يشوفونا عبر القناة وبمناسبة العيد وبمناسبة إنه العيد أجب وضع زي هذا الوضع؟ والله رسالتي للناس أقول لهم تجنبوا الازدحام، وأقول لهم عيد مبارك، ولا يتجمعوش يعني كثير بالعياد، عادي في أماكن يخرجوا أماكن خارج صنعاء. والعيد عيد العافية. ممكن تكلمينا أكثر إيش الفرق بين الأعياد السابقة والعيد هذه السنة؟ إيش تشوفي الفروقات؟ والله الفروقات أشوف الأطفال هم فارحين، الأطفال بس يجوز يقولون ها أنا عيد ولا لا، خايفين إنهم ما يخرجوش عيدوا بسبب الوضع. أقول لهم لا إن شاء الله أتعيدوا تخرجوا تسلموا، هم أهم شيء العيد يعني الصباح. وفرحانين يعني متى تشترينا ثياب العيد، متى بشري ثياب العيد، أحسها نفس الفرحة، بس خايفين شوية، خايفين إنهم مثلا إذا في مرض ولا إذا سمعوا بحالة ولا شيء يجوز يسألوني أيوة. يوم هل بيجي المرض لعندنا بنعيد ولا لا، يعني متخوفين. أيوة متخوفين، بس في فرحة، في فرحة يعني ماما باقي لي الساعة، ماما باقي لي النظارة، فتعملك يعني الأشياء حق العيد، بس في فرحة، بس زمان الفرحة كانت أكثر وأحسن. هذا العيد يكون مختلف، مش نفس الأعياد السابقة، لأنه موجود في فيروس كورونا، لأنه لما نخرج يكونوا مع يفعلوا حاضر أول عيد عن عيد، ونسين نسلم على الأقرباء، وإحنا كنا نسين نخرج الحدائق، بس ممنوع، والمطاعم ممنوعة حظر. يا ما وسلم على احبابك بغرجنا. اصبر وهي ايام وبرد من الاوهام، دمك بخير وسلام، افرح بهذا العيد، افرح بهذا العيد، انا السنة يا عيد، انا السنة يا عيد. ابعد عن احبابك أصحابك، ابعد عن أحبابك وكل أصحابك، وكل من هناك مبروك عليك العيد، أنا السنة يا عيد، أنا السنة يا عيد. تحية يا أصحاب، يا أهل يا أنساب، ما فيش لوم وعتاب، برعة في بيتنا روعة.
في العيد الكثير من الطقوس الاحتفالية الرائعة التي تبدأ حتى قبل قدومها، وذلك بالتحضير لها بشراء الملابس وتجهيز أشهى أنواع الحلويات من كعك العيد والمعمول. فالعيد فرصة رائعة لصلة الرحم وفرصة رائعة للخروج في نزهات جماعية لكسر الروتين وتعميق معاني الحب. لكن هذا العام يستقبل الناس العيد بنفس التحضيرات وباختلاف بعض الطقوس الأخرى، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد. العيد فرحة للكبار وللصغار، وكذلك بالنسبة لمرض الكورونا طبعا أطفالنا في هذه الفترة يعني إيش يعني احترموا من الألعاب في الحدائق، واحترموا من والعائلة احترمت من اللقاء بينهم البين. فلهذا نحن نتمنى من الله أنه يرفع مننا هذا الوباء، وأن تظل اليمن صنعاء الحبيبة بسلام وألف خير، وكل سنة طيبين. طيبة بصحة وسلامة يا رب. إن شاء الله نستقبل العيد هذا المرة بالاحتراز من كورونا وأخذ الحيطة والحذر والوقاية، كونه مرض خطير ومعدي، ونكتفي بالتحية والسلام من بعيد حفاظا على أرواحنا وعلى أولادنا وعلى أهالينا، وإن شاء الله ربي يحمي اليمن من هذا المرض الخبيث. وإن شاء الله هناك فيه عدة يعني وسائل، قد أخذنا الحيطة يعني الحيطة والحذر، أن احنا أخذنا معقمات في البيوت تمام، وعلمنا منها الأطفال، وأيضا علمنا منها المسمل في كل بيت، نحن نأخذ الحذر من هذا المرض، وإن شاء الله يكون خير، وشكرا لكم. هل معكم برنامج للأطفال من أجل العيد، وخاصة أنهم بيجلسوا بالبيوت؟ نعم، كون الحدائق مغلقة وكون المتنزهات مغلقة، عملنا على عدة برامج، منها يعني نجلس مع بعض في البيت وفي الأحواش البيوت، ونأخذ قصص ونعمل برامج يعني ترفيهية داخل البيت. أيوة، أفضل مما نروح للخارج. بالذات هذه الأيام كموظفين إحنا السوق ده الدخل قل في السوق، أنا على ما أظن موز كل سنة بسبب مرض كورونا، فقل الدخل فقل السوق. رسالتك لكل الناس بمناسبة العيد؟ والله الالتزام بالبيوت والالتزام بالحجر الصحي، الاهتمام بأنفسهم، الله يخرجوا من بيوتهم أحسن. طيب إيش الإجراءات الوقائية اللي تشوف تسووها وخاصة أنتم في المحل؟ والله المعقمات، الديتولات، الكفوف، الجونتيات، الكمامات، لازم نحرص على لبس الكمامات والجونتيات والمعقمات. إذا جاءوا من خارج على أساس إنهم يأخذوا أشياء، إيش الأشياء اللي سويتوها للناس على أساس لما يدخلوا يكونوا معقمين؟ والله نفس هذول الأشياء، الديتولات وهذا الحاجة، يعني الالتزامات الصحية، هذا الشيء المهم في المحل. ممكن تكلمنا كيف تستقبل العيد هذا السنة؟ إحنا نستقبله طبعا كأي عيد مختلف، بس اللهم في تخوف بسيط من يعني الوافدين إلى هنا بسبب أنه فيروس كورونا قدم على العالم بالكامل، فإن شاء الله أن الله يعني يدفع عنا البلاء جميعا، والعيد يمر إن شاء الله عيد بهيج لجميع الشعب اليمني بإذن الله، لأنه إحنا مؤملين في الله كل خير، والله ما يخيبنا أبدا. العيد نستقبله استقبال زي كل سنة، اللهم أنه من اليوم واحد يحرص حرص داخل البيوت، ما فيش مانع انه واحد اذا خرج كذا يخرج هو اخذ احتياطاته، من الكمامات يعقم، علبة تعقيم كحول او ديتول او كلور يدب تمام، عقم يزع سلام بعيد. يعني المهم الغرض من الزيارة العيد. في برنامج معين عشان الأطفال في البيت، يعني خاصة أنهم ما بيروحوش الحدائق، ما بيروحوش أماكن يستمتعوا بالعيد، معاكم برنامج معين شو تسوونه بالبيت علشان سعادتهم فرحتهم؟ ما فيش برنامج، لأنه الشقاق صار نظام الشقاق عندنا كيفه، يعني مثلا ألعاب، قصص، روايات، تشغلوا أنفسهم، معتهم جيري جنب التلفزيون 24 ساعة.
ايش رسالتك لكل الناس اليوم بالعيد؟ تهنئه لجميع اللي يشوفون الان عبر القناه. نبارك لهم بالعيد، عيد الفطر المبارك مقدما، ونقول لهم خذوا احتياطاتهم، الاحتياطات والباقي على الله. كيف تستقبل العيد وخاصه في هذه الاوضاع؟ والله العيد كل سنة يعني الناس فارحين، يعني الأجواء ما شاء الله عندهم، لكن هذا السنة مع كورونا كذن بيقولوا لنا أنه يقع يعني أنه يغلقوا على ميد هذا المرض على ميد كورونا، يعني ما بش فرحة هذا السنة قوية. طيب بالنسبة تأخر جف الأسواق على ميد الكورونا. طيب بالنسبة للزيارات، هل بتستقبلوا ناس؟ هل بتروحوا تعودوا على ناس طبيعي، أو بتكون كل واحد في بيته وتعودوا عليهم مثلا، أو تتواصلوا معهم بالتليفون؟ كنت ما كده ما يخرجوا أول يوم. يعني. أنا على ما أسمع. يعني تعتقد إنهم بيخرجوا؟ أي واحد أعتقد إنه معي يخرجوا. طيب أنتم كذواتكم بتخرجوا أو لا؟ أي واحد يخرجوا أول يوم قلت أشوفهم أكيد إنه معي يخرجوا. طيب وإذا خرجوا هل بيأخذوا الطرق الاحترازية؟ أيوة كنت معي أخذوا الطرق الاحترازية. الطرق الاحترازية اللي أنتم تسووها عادة وخاصة مع فيروس كورونا؟ يعني إنه ما يسلمش، يلبسوا الكمامة، الجلافس طبعاً. وخلاص حتى ما يزيدوش هذا يعني انه يصير الا عند الاهل خيرات على ميد المرض. طيب الان الاسواق تحسيها مزدحمه زي دائما او اقل؟ ما قد قلت، لان حسها قد قلت اكثر. في خوف يعني؟ في خوف، والناس ما شاء الله يعني على قدر ما شاء الله الناس واعيين خيرات، تبسلهم بالكمامات بالقلفس، العيال كلهم الاطفال كلهم هذا المعقمات فيه كله، يعني ما شاء الله قد احنا كلمينا اكثر او كلمينا كلمه بمناسبه عيد الفطر. كل عام وانتم بخير، والله يطلع علينا العيد بالعافيه. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ بخير. ايش اسمك؟ رغد. رغد، من وين انت يا رغد؟ صنعاء. صنعاء. طيب ايش جيتي هنا تسوي؟ ايش تشتري يا ماما؟ اشتري لدم للعيد. ايش اشتريتي الان؟ كلمينا ايش اشتريتي؟ فستان. يا سلام، شوفوا الفستان ما احسنه. لما بتلبسوا يوم العيد؟ ان شاء الله. ايش يقولي، ايش تقولي للاطفال اللي يشوفونك الان عبر القناه؟ كل عام وانتم بخير. وعيدكم بخير. عيدكم سعيد. قولي عيدكم سعيد. عيدكم سعيد. العيد عيد العافية، عيد القلوب سالية، جانا بفرحة غالية، يا عيد وارحب يا سلام. حبيب جنب الحبيب ياسين عليهم والحلا، ياسين عليهم والحلا. يحتفظ العيد بكامل فرحته، يجب التخلص من أي شيء يفسد فرحة العيد، ويجب وضع الطرق الاحترازية لفيروس كورونا في كل الأحوال. إيش الطرق الوقائية لفيروس كورونا اللي أنت وأولادك وأسرتك تسووا فيها؟ طبعاً إحنا نتبع التعليمات والإرشادات التي جاءت ذات الصحة وغيرها اللي موجودة الآن منتشرة، وآخذين بعضها أو أغلبها. يعني نحن عندنا الآن طبعاً اشترينا مجموعة من الكمامات، واشترينا جوانتي، معنا مطهرات، المعقمات، كل شيء عندنا موجودة، حتى يعني مجرد الدخول والخروج للبيت لازم نأخذ بأسباب الوقاية كامل. عندي معقمات حتى لا خرجنا السواق، لا خرجت لا أنا وعائلتي حتى في السيارة، مجرد بتنزل من السيارة أرجع للسيارة نشتري أشياء ضروري نحن نعقم اليدات. الكمامات هذه طبعا احنا لا نبعدها، مجرد ان احنا نخرج من البيت لمكمام او جوانتي ضروري عشان اقي نفسي واقي عائلتي ونقي المجتمع كامل، وضروري التعاون في هذا يعني الجميع الاصل. بس
والسلام تحية أكيد، السلام تحية بيكون إن شاء الله بإذن الله تكون أعيادك كلها أفراح وكلها سرور وابتسامة بإذن الله. ممكن تجيب لنا رسالتك للناس اللي يشوفونا الآن عبر قناة السعيدة؟ رسالتي للجميع فئات المجتمع اليمني بأن يأخذوا بجميع التدابير وأسباب الوقاية لهذا المرض، وأن لا يتساهلوا، لأنه التساهل في هذا المرض خطير جداً، وإذا تساهلوا بهذا التساهل الذي يتساهل به البعض ربما سيعم الوباء على جميع فئات الشعب اليمني، ولن تستطيع لا حكومة ولا أي جهة أن تحتوي هذا المرض لا قدر الله. نحن الآن عاد إحنا لازلنا بخير، لكن إن شاء الله أنه في هناك فئة كبيرة بتأخذ بأسباب الوقاية ويحاول أنه يمنع أنفسهم، ولو أنه في الأعياد عندنا عادات وتقاليد صعوبة أنه يمتنعوا عن زيارة الأهل، لكن نقول لهم هذا العام عادي، يكتفوا بالسلام تحية، يكتفوا بالتلفون فقط، صلة الأرحام وغيره السؤال في التلفون إلى أن يتعدى هذا الوباء، وإن شاء الله سترجع العلاقات والعادات والتقاليد كما هي بإذن الله. أنتم إيش تسووا علشان أنكم تقوا أنفسكم من فيروس كورونا بشكل عام؟ والله شوفي، أنا لما أخرج ألبس الجلافس، طبعا العيال ما خرجت مش مية، كنت أخليهم في البيت، ولما نخرج حاول ان ما امسكش الاشياء الملوثه، وما احاولش ان امسك لا انفي ولا فمي، ولما اروح البيت على طول اول ما اوصل اخلي العيال يجيبوا لي المعقم واغسل يدي بالماء والصابون وعلى الله ان شاء الله ينجينا وينجيكم، ان شاء الله يكون عيدنا هذا العيد من اجمل الاعياد، وما فيش اي فرق يكون بين العيد هذا والعيد الاعياد السابقه الا بتجمعنا الجميل مع الاسره ومع الاطفال، يكفينا يعني اكبر سعاده لنا، صحيح ولا لا؟ اكيد والله، هو العيد مع الاسره افضل عيد، العيد عيد العافيه باول والاخير، احنا معنا للعافية، إذا الإنسان متعافي إذا هو بأحسن ما حال، إذا بيكون عيده أجمل الأعياد. كيف حالك يا حلوة؟ الحمد لله. إيش اسمك؟ منى. منى المن؟ منى زكريا أحمد هلالك حلو. سلام، من اللي اشتريك الفستان هذا الحال؟ أمي. ما شاء الله، جنن عليكي. حلو، عجبك؟ ها؟ أيوة. طيب، العيد هذا بيكون زي الأعياد السابقة ولا مختلف؟ مختلف. ليش؟ كورونا جالس. كورونا جالس؟ من جالس كورونا؟ طيب أنت علشان تحافظي على نفسك من فيروس كورونا إيش لازم تسوي؟ ألبس كمامات وأغسل يدي بالصابون وأعقم، بعده في العيد نفس هذا وبعده أخرج. كيف تغسل يدك؟ الصابون. كيف علمينا كيف تسوي؟ هكذا. بعد اغسل يدك بالماء والصابون، يعني انت تتعلمي كثير كيف واحد انه يقي نفسه من الامراض. كيف يعني انت تحاولي انك تكوني بخير دائما، صح؟ طيب ايش تقولي للناس اللي الان يشوفون، الاطفال اللي يشوفون الان عبر القناه؟ ايش اقول لهم؟ ما يكونوش يخرج الشارع ما تكورونا. المتاعب والمحن في قلبها العيد افتتن، رغم المتاعب والمحن في قلبنا العيد افتتن. كل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، الله علينا على جميع المسلمين، وإن شاء الله عليكم بالخير والرضا النعيم. أهني الشعب اليمني والأمة الإسلامية بالعيد عيد الفطر المبارك، وأهني أبي وأمي وجميع المسلمين بالعيد، وأتمنى لهم الصحة والسلامة، وعيدكم مبارك وعساكم من عواده. كل عام وانتم بخير وعيد سعيد، ونتمنى لكم الخير والخير والسلام. كل عام وانتم بخير وعيدكم سعيد. هذا العيد مختلف عن الأعياد السابقة لأنه يوجد فيروس كورونا منتشر في العالم، فإنه سريع الانتشار،
ونتمنى لكم الصحة والسلامة. عيدكم سعيد وعيدنا سعيد، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، عيدكم في بيتكم، العبوا وعيدوا في بيتكم، كل عام وانتم بخير. العيد عيد العافية، ويكفي أن نكون مع الأسرة نحتضن الفرح ونعيش تفاصيل السعادة مهما كانت الظروف. تفاصيل كثيرة تغيرت هذا العام في العيد، من خروج الحدائق والمنتزهات والمطاعم والأسواق وغيرها من الأماكن التي تشعر الجميع بالسعادة وخاصة الأطفال، وأيضا الزيارات التي دائما في كل الأعياد يتم تداول وزيارات الأقارب والأحباب في هذه الأعياد. ولكن مثل هذه الظروف لابد أن نلتزم بالطرق الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. لتكمل سعادتك لابد أن تجلس في بيتك. عيدكم سعيد وعساكم من عواده.